السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس محمد طارق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بصورة عامة عن التفاضل والقواعد العامة للاشتقاق. بسم الله. يعني تفاضل؟ التفاضل ده فرع من فروع الرياضة اللي نهتم بيه بدراسة معدل تغير دالة ما بالنسبة لعنصر آخر. طب يعني دالة أساسا؟ الدالة نقدر نقولها بشكل بسيط هي علاقة بين متغيرين x و y، واحد منهم بنسميه المتغير المستقل independent والتاني بنسميه المتغير التابع، بمعنى ان ده المجال وده المجال قصاد لي، ان كل ما غير في قيمه من قيم الاكس بينتج ليها تغير تابع ليها في قيمه الواي. يعني لو قلنا عشان نوضح، لو عندنا واي بتساوي اكس تربيع زائد 3، هنا لو قلنا عند اكس تساوي 1 الواي بتساوي كام؟ واي بتساوي 4. طبعا عند اكس بتساوي 0 الواي هتساوي كام؟ الواي هتساوي 3. يبقى انا عندي هنا علاقه ما بين الاكس والواي، كل ما غير في قيمه الاكس بينتج ليها تغير في قيمه الواي، فهنا بنسميها ان الواي فانكشن اوف اكس. فانكشن هنا طبعا معناها ايه؟ داله. هنا بقى انا عايز اعمل الداله دي اشتقاق. احنا زي ما قلنا الاشتقاق ايه؟ هو مقدار التغير في الاكس اللي هنا هنسميه دلتا اكس، اللي بينتج عنه قد ايه؟ تغير في الواي. طبعا فاكرين النهايات، فاحنا ممكن نقول ان تفاضل y بالنسبه لx ممكن نوضحها في الصوره دي y على dx، وهنا هيساوي ليميت، قلنا يعني تغير يعني دلتا x. والصوره العامه لينا لو نوضحها نقولها بيساوي f x زائد دلتا x ناقص function of x على دلتا اكس. دي الصورة العامة للاشتقاق اللي منها نقدر نفهم يعني ايه اساسا اشتقاق. قلنا ان دلتا اكس معناها مقدار التغير في اكس، وبالصورة التعريف دي هنقدر نوضح واحدة واحدة. يعني بمعنى لو عندنا واي تساوي اكس، اوجد مقدار او مشتقة واي بالنسبة لاكس هتساوي كام. بشكل التعريف دوت هنقول ان دلتا دي واي دي اكس هتساوي f of x زائد دلتا x تعريف اللي فوق على f x على x. طيب نجيب واحدة واحدة. هنا فين ايه ال f of x؟ دالة ال x اللي هي ايه؟ ال x. طب هنا ايه دالة ال f x of y؟ اللي هي هنشيل كل x ونحطها x زائد دلتا x، بمعناها هتبقى x زائد دلتا اكس. تمام، وتحت دلتا اكس زي ما هي. فبقت هنا مشتقة الواي على مشتقة الاكس هتساوي فوق اكس زائد دلتا اكس ناقص اكس، هنعوض كل دالة بالقيمة بتاعتها على دلتا اكس. اكس اكس دلتا اكس على دلتا اكس فيها الواحد. فمن هنا بقى عندنا اللي دلت الاكس مشتقة الواي بالنسبة للاكس بتساوي كام؟ واحد. بالمثل لو قلنا ان واي هتساوي اكس تربيع، انا هنا بقى عايز احسب مشتقته بنفس المنطق. هنجيب الاف اكس الاول اللي هي بتساوي ايه؟ اكس تربيع. طب هنحسب بعد كده الاف اوف اكس زائد دلتا x اللي هو بيساوي كام؟ هنشيل كل x ونحط مكانها x زائد دلتا x تربيع، يعني هيطلع لنا x زائد دلتا x تربيع اللي هي بالتالي هتساوي x تربيع طرفي الاول في الثاني في 2، يعني 2 x دلتا x زائد دلتا x تربيع. شيل بقى دوت ونعوض في القانون العام بتاعه اللي هو ايه؟ قلنا دي واي على دي اكس هتساوي ليميت دلتا اكس هتساوي اف اللي هي حسبناها قلنا اكس تربيع زائد 2 اكس دلتا اكس زائد دلتا اكس تربيع، كل ده ناقص ال f of x يعني ال x تربيع على دلتا
اكس. الكلام ده لو بشوية اختصارات، 2x تربيع تروح مع x تربيع، ودلت x ناخدها هتاخدها عامل مشترك ونقل. تمام، هتطلع في الاخر ايه؟ 2x. طبعا احنا مش كل مرة هنعمل كل ده من اول وجديد، عشان كده عشان نسهلها على نفسنا هيبقى في جدول في كل مشتقة بالاختصار بتاعها عشان نوضح اكتر. هنا لو كان عندنا الدالة x أس n، يعني x أس 1 x أس 2 x أس 3 أس 4 مرفوعة لا يؤس، اختصارا ليها احنا بنعمل ايه؟ بناخد الأس بننزله ونطرح منه واحد. يعني ايه؟ يعني مشتقة الاكس لو قلنا اللي هي x أس 5 يبقى هتساوي، هناخد ال n هننزلها ونطرح منها واحد، يعني هتبقى 5 x أس 5 ناقص 1 4. طب بالمثل x أس 3 هتساوي كام؟ 3 ايه؟ 3 ناقص 1 2. تمام، طب افرض بقى كان عندنا ثابت، يعني ايه ثابت؟ يعني رقم 1 2 3 مليون 1000 زي ما تيجي. هنتعامل ازاي؟ سهلة جدا، هنفترض ان الثابت هنا مثلا لو قلنا هو 4، ان كأنه مضروب في x أس 0 ومش أي حاجة، مرفوعة الأس 0 بتساوي 1. تمام، لما نيجي نشتقها قلنا هنعمل ايه؟ عادي خالص، هننزل الصفر هتبقى كأنها صفر في أربعة، خلاص مش هتفرق بقى، أي صفر نضرب أي حاجة بتساوي ايه؟ صفر، يبقى كده مشتقة أي ثابت بتساوي ايه؟ صفر. بالمثل لو قلنا عايزين نشتق جذر الإكس، هنفترض إن مشتقة جذر الإكس هتساوي، مش هو الجذر معناه نص أس نص، يعني مرفوعة لأس نص ببساطة يساوي، هننزل النص اهو ننزله ونطرح منه واحد، يبقى x نص ناقص واحد فيها كام؟ سالب نص. يعني ايه سالب نص؟ يعني نص مضروبة في واحد على x أس نص، اللي هي بالتالي واحد على اتنين أس جذر x. خلاص طالما فهمت الحاجة مرة واحدة خلاص انت بعد كده بتحفظها، احنا المهم تفهم جت منين عشان لو اتغيرت شكلها نقدر نتعامل معاها. طب لو واحد على اكس نفس الكلام، هنرفع فوق هتبقى اكس اس سالب واحد، يبقى التفاضل بتاعها يعني الدي بتاع على دي اكس بتاعها بيساوي كام؟ هنقول سالب، ننزل السالب ونطرح منه واحد، يعني على سالب اس اتنين اللي هي سالب واحد على اكس اس اتنين. تمام، طب افرض بقى احنا هنا كل الحالات اللي فوق افترضنا اللي هي اكس اكس اكس، طب افرض بقى كانت دالة كبيرة شوية، يعني قلنا مثلا اللي هي اكس تربيع ناقص تلاتة مرفوعة لأس أربعة، عايزين نشتق كده. القاعدة بتقول لك ايه؟ نزل الأس، نزل الأس واطرح منه واحد واضرب في مشتقة ما بداخل القوس. بمعنى احنا قلنا اهو اكس تربيع ناقص 3 اس 4، هنتعامل معاها ازاي؟ سهلة جدا، هنقول ان المشتقة بتاعت الكلام ده هتساوي نزل الاربعة اهو واحد واحد، هننزل الاربعة ونطرح منه واحد يعني 3 ونضرب في مشتقة من الداخل، يعني خلاص نزلنا الاربعة في اكس تربيع ناقص 3 أربعة ناقص واحد فيها تلاتة، في مشتقة من بداخل القوس، هو إيه بداخل القوس؟ إكس تربيع، نتعامل معاها بقى كأنها اشتقاق عادي خالص، إكس تربيع مشتقتها إيه؟ قلنا هننزل الـ 2 ونضرب في إكس، طب ومشتقة الـ كونستنت إيه؟ قايلين فوق أهو أي ثابت مشتقته زيرو، يبقى خلاص كده، يبقى هتساوي أربعة في إكس تربيع 2 اللي ممكن نختصرها تبقى 8 إكس في إكس تربيع، تمام؟ طب عايزين بقى نقول افرض عندنا عايز هو يجيب مشتقة الواي بالنسبة للإكس، والدالة أساسا الواي مش هي دالة في إكس بل في دالة وسيطة ما بينهم، القاعدة دي مسمى قاعدة السلسلة، بمعنى إن مثلا الواي تبقى دالة في تي، المتغير بتاعها اسمه تي، والتي هي دالة أخرى في إكس، ساعتها بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها قاعدة التسلسل، بمعنى إن الدي واي على دي إكس اللي هي مشتقة الواي بالنسبة لمشتقة الإكس تساوي دي واي على دي تي في دي تي على تي، يعني هنشتق دي بالنسبة لتي وهنشتق دي بالنسبة لإكس، هيطلع معناها ايه؟
هتروح مع بعض، ويبقى انا في الاخر دي واحد اكس، دي اسمها قاعده تسلسل. يبقى طبعا زي ما قلنا ان الواي هي داله في اكس، طب مشتقتها بتساوي ايه؟ دي واي على دي اكس تساوي، احنا ممكن نعبر عن المشتقه بصوره كويسه سهله جدا، نقول اف داش اكس او اف اكس، او دي الصوره هنستعملها على طول واي اس داش. تمام. افرض بقى هنا انا كان عندي مشتقتين، او بمعنى اصح اسف دالتين، يعني لو كان عندنا قال لي اللي عايز يشتق دالتين مجموعين او مطروحين على بعض، مفيش اي حاجه، هتشتق كل فرع لوحده، بمعنى اني هتقول دي على دي اكس لمشتقة الاف اوف اكس لوحدها موجب او سالب دي على دي اكس في مشتقة جي اوف اكس لوحدها. يعني معناتها ايه؟ يعني هتطلع لي في الاخر زي ما قلنا اف داش اكس موجب او سالب جي داش، سهل يعني بوزع كاني بوزع. افرض بقى كانوا مضروبين في بعض، لا ان الوضع يختلف، ليها قاعده حلوه قوي، يقول لك طالما مضروبين في بعض يبقى مشتقة الاول في الثاني ومشتقة الثاني في الاول، يعني ايه؟ يعني دي هتساوي اف داش اكس مشتقة الاول اضربها في الثاني زي ما هو جي اكس زائد مشتقة الثاني جي داش اكس اضربها في الاول اللي هي اف اكس. سهل. طب لو كانت الداله اسمها مش ضرب نعملها ازاي؟ برضو ليها قاعده سهل، يقول مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على مقام تربيع، بمعنى تساوي مشتقة البسط يعني اف داش اكس في المقام يعني جي اكس ناقص مشتقة المقام، هنشتق المقام في البسط يعني جي في على كل ده هنقسمه على المقام زي ما هو تربيع. تمام اظن سهل. تمام. طب افرض بقى كان عندنا هنا مشتقة عايز ثابت كونستنت مضروب في دالة، هنمشيها كأنها ضرب عادي، يعني بمعنى هنقول ايه؟ انها هتساوي دي اكس في مشتقة ثابت تمام في الدالة التانية جي اوف اكس زائد مشتقة الدالة التانية اللي هي جي اوف اكس في الاول، مش قلنا ايه بيساوي كده؟ في الثابت. مشتقة اي ثابت بايه؟ بصفر. يبقى على طول هتساوي ايه؟ الثابت زي ما هو في المشتقة، يعني كأننا بنطلع الثابت بره، صح الكلام؟ يبقى هتساوي c في مشتقة. طبعا عشان الكلام يبقى واضح اكتر فهنشرح كام مثال كده سريع نقول منه ايه اللي هنا دالة. طبعا نعرف انواع الدوال ايه، دي دالة اسمها ايه؟ كثيرة الحدود. تمام. هو بيقول لي عايز يشتق الدالة اكس اس 4 مرفوع الاس 4 زائد 5 اكس مرفوع الاس 3 ناقص 2 اكس مرفوع الاس 2 زائد 7 كل القوس مضروب في 3. تمام. شبه انهي حالة؟ اهي واي اس ان. بنعمل ايه؟ قلنا هننزل القوس ونكتب المقدار زي ما هو وبعدين نضربه في مشتقتنا بداخل القوس، يبقى هنقول ايه المقدار ده هيساوي؟ يبقى دي واي على دي اكس هيساوي هننزل التلاتة نضربها في المقدار زي ما هو ينقص من القوس واحد تبقى اتنين في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة اربعة. خلاص بقى سهل، اربعة اكس اس اربعة يعني ايه؟ يعني 4 اكس اس 3. 5 اكس تكعيب يعني ايه؟ يعني 15 اكس تربيع.
سالب 2 اكس 2 يعني اس 2 يعني نزل 2 في 2 ب 4، السالب اهي اشارتها 4 اكس، ومشتقة الثابت ب صفر. بس سهل. تمام، المرة دي حالة ايه؟ حالة قسمة. هنعمل ايه؟ أول حاجة نعملها عشان نبسط على نفسنا، اللي احنا طالما البسط مضروب في بعض نفكه قبل ما نشتق. تمام، الأول في الأول باتنين، تاني في التاني، سالب تلاتة اكس أس أربعة. تمام، الطرفين في وسطين، هنا هطلع لي سالب تلاتة اكس تربيع، وهنا اتنين اكس سالب تلاتة موجب اتنين يعني سالب اكس تربيع. كل ده مقسوم على اكس اتنين ناقص واحد. طبعا الشكل هنا ايه بقى؟ اسهل. اما نيجي بقى نشتق نقول ايه؟ ان دي واي على دي اكس هتساوي، يلا مشتقة الاول ثابت بصفر. طب مش احنا قلنا الاول نعمل ايه؟ مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. طب نشتق البسط، مشتقة الثابت بايه؟ بصفر. طب مشتقة سالب اتنين اكس، مشتقة دي سالب اربعة في تلاتة في اتناشر اكس تكعيب، في البسط زي ما هو في المقام زي ما هو، اكس تربيع ناقص اتنين ناقص مشتقة المقام اتنين اكس، سهلة والثابت بصفر، في البسط المقدار زي ما هو اتنين ناقص اكس تربيع ناقص تلاتة أس أربعة. كل ده هنقسمه على ايه؟ على اكس تربيع ناقص واحد كل تربيع. تمام، طب الحالة التالتة دي ده اللي حلو، دي قاعدة التسلسل قلنا عليها هنا. تمام، هنعمل ايه؟ هو بيقول لك واي يساوي يو اس خمسة، يبقى كده الواي دالة واليو دالة في الاكس، يبقى الواي دالة في اليو واليو دالة في الاكس، مش طاقة عادي خالص. هنجيب اول حاجة قلنا هنجيب اوي، هنجيب الدي واي على دي تي، دي تي على دي اكس، يعني هنجيب هنا الدي واي على دي يو بتساوي ايه؟ اربعة يو. طب هي اليو بتساوي ايه؟ مش قلنا اربعة يو اس كام الاول عشان ننساش؟ لا غلط، بتساوي ايه؟ خمسة يو أس أربعة، صح كده؟ تمام، هتساوي إيه؟ اليو هنا بتساوي إيه؟ بتساوي إيه المقدار ده؟ يبقى نشيله ونحط المقدار ده، خمسة اتنين إكس تكعيب زائد إكس، كل ده أس أربعة. تمام، عايزين نجيب حاجة، نجيب بقى دي يو بالنسبة لدي إكس، تمام، مشتقتها إيه؟ سهلة جدا، ستة إكس تلاتة في اتنين ستة تربيع زائد واحد اللي هي مشتقة الاكس. خلاص بقى عايزين بقى نجيب الدي واي على دي اكس، الدي واي على دي اكس ديت في ديت، يعني المقدار ده هنضربه في المقدار ده، يبقى بتساوي ايه؟ خمسة في اتنين اكس تكعيب زائد اكس، كل ده أس أربعة في ستة إكس تربيع زائد واحد. تمام كده؟ سهلة صح؟ تمام، في أنواع تانية من المسائل بيقول لك اثبت. يعني إيه اثبت؟ يعني مثلا يديك شكل ويقول لك بهذا الشكل أوصل لشكل تاني أنا عايزه. طب عشان الكلام واضح ناخد مثال أحسن صح؟ مثلا بيقول لك لو انا عندي if y تساوي x على x تربيع زائد واحد، اثبت بقى show that، اثبت ان ال y داش اللي احنا قلنا يعني y داش يعني دي x على دي y يعني مشتقة ال x، ال y دي y على دي x يعني مشتقة ال y بالنسبة لل x تساوي واحد على اكس زائد واحد، كل ده اس كام؟ تلاتة. عندي هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى لو انا عندي، هو بيفرض ان عندي المقدار ده الواي بتساوي المعادلة دي الدالة دي، عايز توصل اثبت ان مشتقتها تبقى كده، يبقى احنا اول حاجة نعمل ايه؟ هنشتق عادي خالص صح؟
تمام، هي المشتقة بتساوي ايه؟ مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. طب واحدة واحدة، مش هي مشتقة هنا البسط بكام؟ واحد، اكس بواحد. تمام، لو هنا يعني اكنها اس واحد، نزلنا الواحد مضروب في اكس اس صفر بواحد في المقام، يبقى المقام زي ما هو اكس تربيع زائد واحد ناقص مشتقة المقام. احنا قلنا مشتقة الجذر بنعمل فيها ايه؟ واحد على اتنين الجذر، خلاص سهل. بس عشان دي دالة يبقى في مشتقة الجذر، صح؟ يعني ايه؟ يعني واحد اهي على اتنين الجذر في مشتقة الجذر اللي هي كام؟ اتنين اكس. ان اتنين هتروح مع ان اتنين، يبقى هتتبقى اكس على الجذر، صح؟ في متنساش احنا مشتقة البسط، مشتقة المقام في البسط يعني في الإكس، كل ده مقسوم على المقام، على المقام تربيع. طب هو المقام أس جذر، جذر تربيع يعمل إيه؟ يرجع لي زي ما كان، يبقى إكس تربيع زائد واحد. يبقى إحنا هنا كده ممكن نقول بشكل أبسط إن الواي تساوي جذر الإكس تربيع زائد واحد ناقص إكس في إكس، إكس تربيع على جذر إكس زائد واحد، صح الكلام؟ كل ده مقسوم على اكس تربيع. تمام، طب ماشي، احنا كده اشتقينا. طب ده الشكل ده اللي طلع علينا ده، هل هو الشكل اللي هو عايزه؟ لا، يبقى احنا لازم نوصل من الشكل ده للشكل ده. نعمل ايه؟ حاجة بسيطة، احنا هنا البسط في مقام صغير ومقام كبير. طب نسهل، هنعمل ايه؟ نضرب على طول في اكس اس واحد فوق وتحت عشان نريح دماغنا. فبقت هنا الواي تساوي ايه؟ جذر في الجذر هيروح، هيبقى لي في المقام اكس تربيع زائد واحد ناقص، هنضرب المقدار ده. يعني احنا عملنا ايه تاني عشان بس ما نتلخبطش؟ اهو هنضرب فوق وتحت في اكس تربيع زائد واحد، اكس تربيع زائد واحد. وزع بقى، وزع بقى مره كده مره كده وتحت كده. تمام، الاكس اكس تربيع زائد واحد لما ضربت الجذر في الجذر راح الجذر ناقص المقدار ده، لما تضربه المقام هيروح مع هنا مع الضرب، هيبقى اكس تربيع. تمام، على اكس تربيع زائد واحد دوت اس واحد، دوت اس نص مش جذر، ده اس نص مش جذر، خلاص. يبقى نص زائد واحد يعني تلاتة عن اتنين او واحد ونص اللي هو عايزها فوق، وهنا الاكس هتروح مع الاكس، يبقى اتبقى لي واحد على اكس تربيع زائد واحد، ودي الصورة اللي هو كان عايزها. بكده يبقى انتهى الجزء بتاع ده النهاردة ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعة، واتمنى اكون عند حسن عندكم. شكرا.